هذه العمارة المطلة على ضفاف نهر السين في الدائرة 13 بباريس والمكونة من 10 طوابق تعود إلى ستينات القرن الماضي. هجرها مستأجروها للعيش في مبنى جديد ومن المقرر هدمها الشهر المقبل. لكن الفنان مهدي بالشيخ مؤسس غاليري إيتيناغونس حولها إلى معرض لفن الشارع. لقد نظرت من زجاج النافذة ورأيت بعض الشقق الفارغة، فقلت لما لا نقيم المعرض داخل العمارة، يجب القيام بذلك. أكثر من 80 رساما من 16 دولة احتلوا عمارة برج باريس 13 كما أطلق عليها، ليحولوا شققها 36 إلى خليات نحل فنية. فنانو الشارع الذين يبدعون عادة في الهواء الطلق تركوا هذه المرة بصماتهم في جدران وزوايا العمارة المهجورة. في البرتغال لا يزال الغموض يلف الفن الحضري وفن الشارع والجرافيتي. أعتقد أن هذا النوع من المشاريع يفتح أبواباً وآفاقاً جديدة. ككل معارض فنون الشارع المؤقتة والمجانية، تفتح عمارة برج باريس 13 أبوابها للزائرين حتى نهاية الشهر الحالي، لأنها ستهدم بعد ذلك مباشرة لترحل معها أسرار هذه التجربة الفنية المميزة.